اهلا بيكم في ايفل تشالنج 2021 ايجيبت. معانا دلوقتي في كاتيجوري كول سبيس ريسكيو تشالنج تحت 12 سنه سيمي فاينل 2 بتوين او بين اي سي اي 4044 واي سي اي 4012. اي سي اي 4044 اللي هو ياسين، واي سي اي 4012 اللي هو بكر. دلوقتي عندنا الايكون تشالنج هي مسابقه دوليه للبرمجه بين طلاب المدارس والجامعات، بيتم فيها استخدام البرمجه ان هم يعملوا تاسكات مختلفه مطلوبه منهم. دلوقتي هم التو روبوتس بداوا ان هم يخشوا فين؟ في البلو اريا. البلو اريا دي اللي هي البلو اريا هي البلو اريا اللي هي سبيشال زون اللي فيها السكور بتاع الاوبجكتس بيبقى الضعف. دلوقتي هما الاثنين حاليا التو روبوتس بيحاولوا يكولكتوا اوبجكتس، ولكن الروبوت الازرق اللي هو بتاع ياسين متقدم على الروبوت بتاع بكر. بكر دلوقتي بيعمل ديبوزيت، عمل ديبوزيت فعلا وهو يبقى متقدم اكتر كمان على ياسين ويبقى 290. طبعا هما ما ينفعش يطلعوا بره البوردرز بتاعت الماب عشان ايه، ما ياخدوش بينالتي ويجي لهم فريز 10 ثواني. ادي هما الاثنين بيكولكتوا اوبجكتس تاني، وادي الروبوت الازرق داخل جوه البلو اريا او السبيشال زون. طبعا الاثنين بيحاولوا يكولكت اكبر سكور يقدروا يعملوه، وادي هو الروبوت الازرق دلوقتي بقى فولي لودد محتاج يعمل ديبوزيت. وحاليا الروبوت الاحمر والازرق الاثنين عدوا جوه الحته اللي هي البيربل دي، فديت اللي هي السوامب لاند بيخلي السرعه بتاعتهم تبقى بطيئه. وادي طبعا الروبوت الازرق عمل ديبوزيت وزود السكور بتاعه 110 وبقى السكور بتاعه 430، بينما الاحمر لسه بيكولكت اوبجكتس، ولكن هو لف وبدل ما يكمل اوبجكتس راح عند الديبوزيت اريا. وهنشوف في هيعمل فعلا ديبوزيت سكسسفولي وزود السكور بتاعه 90. الماتش كده السكور قريب جدا، الروبوت الازرق 465 بينما لسه الروبوت الاحمر 470. يتقدم دلوقتي الروبوت الازرق اكتر على الروبوت الاحمر. ادي برضه هو الروبوت الازرق لف برضه عشان يوصل عند الكولكشن بوكس، هنشوف هيعرف يعمل ديبوزيت ولا مش هيعرف. عمل بالفعل ديبوزيت سكسسفلي وزود السكور، بقى كده السكور بتاعه 570، وكده عمل الديبوزيت للار جي بي فاتعمل له السوبر اوبجكت. شوف هل هيقدر حد يلاقي سوبر اوبجكت ولا عدى فعلا الازرق من فوق السوبر اوبجكت لكن ما اتقرتش كويس. فنشوف بقى هل في مناسبة تاني، بينما الاحمر جوه السبيشال زون بيحاول يكولكت اوبجكت على قد ما يقدر عشان يزود السكور. لغايه دلوقتي السكورز متقاربه جدا بين الاثنين، 610 الازرق و595 حاليا الاحمر، والاحمر حاليا فولي لودد ووصل فعلا عند الكولكشن بوكس هيعمل ديبوزيت. عمل بالفعل ديبوزيت وزود السكور بقى 710، وفيما هو بيطلع دخل الازرق وفعلا هنشوف عمل بالظبط كمان هو ديبوزيت والسكور بتاعه بقى 670، ولكن الازرق حاليا بيخش في السوامب لاند فكده السرعه بتاعته تبقى بطيئه. هنشوف هل هيعرف يطلع منه. وادي الروبوت الاحمر هل هوقف على السوبر اوبجكت ولكن ما عملوش كولكت، بينما الازرق لسه لغايه دلوقتي مزنوق جوه السوم بلانت، هنشوف هيعرف يطلع منه ولا لا. ادي الاحمر دلوقتي داخل في السبيشال زون بدأ يكولكت اوبجكتس من هناك. حاليا السكور الاحمر متقدم، السكور بتاعه 800 بينما الازرق 670، والازرق حاليا مزنوق في السوامب لاند. هنشوف هل هيقدر يطلع قبل الوقت يخلص ولا مش هيعرف. نادي الاحمر دلوقتي مكمل يكولكت اوبجكت زي ما هو، ولسه برضو الازرق لسه معرفش يطلع. وصل عند الكولكشن بوكس الروبوت الاحمر، هنشوف هيعرف يعمل. عمل بالفعل ديبوزيت وعمل ار جي بي فاداله سوبر اوبجكت زياده، شوف هيعرف يعمل له كولكت ولا لا. هو لكن المره دي هو ما يخشش بقى السوامب لاند ويلف قبل ما يطلع، قبل ما يخش جواه. كده الفرق كبر شويه بين التو روبوتس، الروبوت الاحمر بقى 930 بينما الروبوت الازرق لسه 670 ولسه لغايه دلوقتي ما طلعش. واخيرا طلع من الشامبلان، طلع الروبوت الازرق من الشامبلان، ولكن هنشوف هيخشها تاني، دخلها تاني كده جوه الشامبلان وكده سرعته هترجع بطيئه تاني. بينما هو في الشامبلان الروبوت الاحمر في السبيشال زون بيكولكت اوبجكت ثاني عشان يزود السكور بتاعه. ما
ماشي الروبوت الاحمر من غير ما يكولكت اوبجكتس دلوقتي، ونشوف وصل عنده فعلا ديبوزيت اريا، وهيشوف في الكولكشن بوكس هل هيعرف يعمل ديبوزيت ولا لا. عمل بالفعل ديبوزيت، وزود السكور بتاعه، بقى كده السكور بتاعه 1000 للروبوت الاحمر و670 لسه الروبوت الازرق. الروبوت الاحمر كده بيستاك في الحيطه في الوول، ولكن عرف يطلع منها. طبعا ما عملش افويد للتراب هنا عشان مش معاه اي سكور اي اوبجكت. هنا هنشوف بقى واقف على السوبر اوبجكت تاني، هل هيعرف ياخدها؟ ولكن للاسف ما عرفش يعمل لها كاري، كانت تفرق في السكور جامد دي. ولسه طبعا الازرق في السوامب لاند، نشوف هيعرف يطلع. طلع المره دي الازرق من السوامب لاند اخيرا، وهنشوف بقى بدأ يلف تاني، متجه ناحيه السوامب لاند تاني. وادي عندنا الازرق، الازرق اهو شغال بقى في لوب. وادي معانا فاضل 10 ثواني، السكور 1040 للاحمر 670 للازرق، وكده الماتش بيميل اكتر للاحمر، اللي هو ونقدر نقول مبروك لاي سي اي 4012 اللي هو 4000